فلما نزلنا جبالة أو زبالة إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة كأنما فصل مناسب مع حجم البئر بالصلاة يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه فرأيته وقد رمق السماء وسمعته يقول أنت ربي في شعفه أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت طعاما جل جلاله. اللهم سيدي ما لي غيرها ما لي غيرها فلا تعدمنيها. قال شقيق فوالله بعد غير الله ماكو جل جلاله فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها فمد يده وأخذ الركوة. فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء فتوضأ وصلى أربع ركعات ثم مال يعني ذهب كان ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة من الرمل هذا ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام فقلت أطعمني من فضل ما أنعم الله عليه بك فقلت أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك هكذا العبارة. فقال يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة يشرب بسط النفس طبعا ماكو خاشوقة ولا شمشة. ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر. فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا فشبعت ورويت وبقيت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. ثم إني لم أره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة في إحدى الليالي فرأيته ليلة إلى جنب حبة الشراب في نفس الليلة قائما يصلي بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح ثم قام فصلى الغداء وطاف بالبيت أسبوعا يعني سبعا سبع طوافا. فتبعته وإذا له حاشية وموال يعني موالين له حوله وخدم من ذلك وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس من حوله يسلمون عليه. فقلت لبعض من رأيته يقرب منه من هذا الفتى فقال هذا موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. فقلت قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا من هذا السيد.